دلوقتي رجعنا وفي حاجه مهمه جدا جدا، خصوصا لما بندخل بقى في المدارس وبنقرب على الامتحانات، وكنا لسه في امتحانات الشهر. خطنا، الخط ده مهم جدا يا اولاد، والله بيفتح نفس المصحح صدقوني لو حلو، وبيضايقوا لو الخط مش حلو حتى لو الاجابه صح، بس بيبقى مش عارف يقرا، فحرام. خلونا نحسن خطنا، نخلي خطنا جميل علشان يتقري كده بسلاسه، والمصحح يتبسط كده ويدينا درجه كمان زياده على الخط. يعني اكيد كلنا عايزين الدرجه دي ولا ايه؟ طبعا مش كده برضه؟ طبعا. فمعانا ضيفنا اللي طبعا نورنا قبل كده، استاذ رضا الانور. اهلا بحضرتك ومنورنا، صباح الفل. اهلا بحضرتك وصباح الفل على الجمال والحلاوة اللي أنا شايفها قدامي، دول متمثلين في جيل إحنا محتاجينه إن هو اللي يمسك الدفة من بعدنا. بالظبط بالظبط، وعلى فكرة كلهم ما شاء الله متفوقين. أنا شفت. أيوه أيوه شفت، وفي اللغة العربية حاجة عظيمة. أيوه شاطرين ما شاء الله. طيب إحنا دلوقتي زي ما قلنا الخط ده مهم جدا. طبعا. فمحتاجين طبعًا إن إحنا نحسن خطنا. وكتير من الولاد ما بيبقوش مهتمين وهم بيكتبوا للأسف، فعايزين نعلمهم بقى ازاي نكتب بخط جميل علشان يتقري بطريقة سلسة. انا بقول هو خط يكون واضح. بالزبط. مش شرط يكون جميل دلوقتي. مظبوط. بعد ما نتعلمه نوصل للجمال. لا بس هي يعني انت قلت التعبير الاصح، المهم يكون واضح، واضح يتقري ومقروء. ايوه مظبوط. ليه؟ عشان انا رسالتي من خط ايدي للمصحح. بالزبط. هي دي رسالة خطي، ما يعرفكيش ولا يعرف الطفل اللي بيصحح او بيمتحن. أيوة. فانا رسالتي ليه ايه؟ خط الواضح الجميل. صح. لو انا مجاوب اجابه نموذجيه جميله جدا وخطي سيء ومنعكش وملزق في بعضه، مش هيعرف يقراها الاستاذ، هيتظلم ان يديني الدرجه بتاعتي كامله. بالظبط. طب لو خطي مجاوب اجابه نص ونص وخطي جميل ونظام ونظافه في الصفحه، هيتعاطف معايا ويقول لازم نقدر الجهد بتاع اللي كتب الخط الجميل ده وياخد الدرجه كامله. بالظبط. ولذلك احنا بنقول أهم نوع خطين عندنا إيه؟ ها حد يعرف؟ الرقعة والناسخ. برافو عليك، برافو عليك يا شطير. تمام؟ على فكرة أنا جايب لكم هدايا معايا، وكاتب أساميكم كلكم، وكاتب اسم بنتخ، وكاتب أطفال الحياة. يا سلام. عشان ومرة نسخ ومرة رقعة عشان نفرق ما بينهم. لأن في فرق ما بين خط النسخ وفرق ما بين خط الرقعة. في حروف تكتب فوق السطر، وفي حروف تكتب أجزاء منها تحت السطر. تمام. والنسخ غير الرقعة. يمكن في مثال قدامي أنا كاتب تحيا مصر. تمام. بخط النسخ مرة وخط الرقعة مرة. لو شفتوا في خط النسخ إيه الحرف اللي نزل تحت السطر؟ الراء. الراء. برافو. برافو عليك. لكن خط الرقعة كل الكلمة فوق السطر. فلو اهتمينا بالقواعد والتفاصيل البسيطة دي هنكتب بخط جميل ومقروء وواضح. تمام؟ تمام. معايا كلمة أطفال الحياة. مرة نسخ ومره رقعه. تمام. جميله. شايفين الفرق يا اولاد؟ شوفوا الفرق بين القواعد. ايوه سهله. أيوه. قوي مش صعبه لما نتعلمها ونحب الشيء ده، لان الموضوع ده هويتي انا عربي. صح. تمام. وبكتب خط عربي وبتكلم لغه عربيه، فلازم احافظ على هويتي، وعين اللغه العربيه هو الخط العربي، هو اللي بيحفظ التراث في الكتب والرسائل. تمام. ومعايا كمان كلمة مكتوبة بخط جميل. الله. ها ماما سلمى. ماما سلمى. ايه رأيكم حلوة؟ قوي. شفتوا التشكيل اللي فوق ده؟ ايوه. مرة نسخ ومرة رقعة عشان نفرق ما بين ده وما بين ده. حلوة جدا. معايا بقى أسماءكم كلها هجيبها لكم. الله. عشان كل واحد يحط اسمه قدامه. ده مين؟ بنتخ. بنتخ. أشهر جدا. أهو عشان أنا بحبك قوي من يعني قابلتك قبل كده وبحبك قوي يا بنتخ. بنتخ بيتحبش. تمام. دي كلمة أطفال. وأنتوا هتبقوا تكتبوا الحياة. تمام. 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 اسم البرنامج بتاعنا الجميل اللي دايماً بيمدنا بمعلومات عظيمة قوي. تمام. إسلام. طيب أوزع عليكم أسماءكم. تمام. حلو. رقية. فين رقية؟ رقية. الله أنا حبيتك قوي رقية. اتفضل حضرتك يا استاذ بتاعك. استاذ رضا هيوزع عليكم كل ايه اساميكم. الله. اسمك مرة نسخ وبالرقعة. كندا. الله. مرة نسخ ومرة رقعة. ده شكرا قوي. رواند. ايوه ماشي. رواند. اتفضلي. مرة نسخ ومرة رقعة. طب هقول لكم حاجة كلنا بنحبها قوي. مين دي؟ مصر. شوف كلنا قريناها على طول ازاي؟ أم الدنيا. طبعا. تمام؟ غالية علينا، لازم نحافظ عليها. ونجتهد ونشتغل بجدية وبأمانة وبضمير عشان
نطلع شيء عظيم. المهندس والدكتور والمحاسب والمبرمج يبقوا حاجة عظيمة قوي في حياتنا بإذن الله إن شاء الله. يلا بينا بقى عشان عايزين كمان نخليها أم الدنيا. طيب سليم، ها سريعا اتفضل سليم. جميل يا سليم. كارلوس حبيبي ترفع ايده ازاي؟ انت جميل. جميل. كريستيان حبيبي. وسالم. سالم اتفضل يا حبيبي. وخديجه. خديجه ختمنا بيكي ختام مسك. تمام. كل واحد يبص في الاسم اللي كتب. خلونا كده نمسك الاسامينا كده يا اولاد قدامنا. ايوه تمام. بعد اذنكم اتفضلي حضرتك. ماما سلمى طبعا. سلام. اشمعنى حضرتك بقى؟ تمام. نتعلم بقى علشان صحابنا اللي في البيوت. طيب. دلوقتي محضرين الورقه والقلم وعايزين يبداوا يكتبوا معانا. شايفين ده قواعد وحروف خط ايه؟ ها ده الرقعه. برافو عليك. معلش مش شرط كلنا نبقى عارفين، لكن احنا هنعرف النهارده. تمام. ده اسس وقواعد خط الرقعه. في حاجات منها تحت السطر وفي حاجات فوق السطر، والتفاصيل بتاعته بسيطه ما فيهوش انحناءات كتيره ومختصرة، والحرف حجمه صغير شوية. تمام. ومعانا حروف خط النسخ. واو. بالطريقة الجميلة. عارفين احنا في أسس وقواعد، في نقاط نميز بيها الحرف، انه الحرف ما يزيدش عن ثلاث نقاط، عن نقطتين، الواو ينزل جزء منها تحت السطر، النون ينزل، اللي هو خط النسخ. تمام. مهم جدا و باقي حروف خط النسخ. هل في خط نسخ ورقعة بس ولا في انواع تانية؟ حد في انواع كتير. في تعرفين؟ انا عارف. ها في خط الكوفي. الله. جميل جميل. شكرا شكرا. وانا جايب هدية جميلة ليكوا بخط الكوفي النهارده ان شاء الله، هوريها لكم كلكم. تمام. وفي خط ايه تاني؟ شايفين الخط ده؟ الله إيه؟ شكله حلو قوي. اسمه ايه؟ خط ديواني. 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 اه كان بيكتب بيه في الدواوين الملكية. ويكتب على العملة وعلى الحاجات التانية، وفي خطوط تانية الثلث والفارسي والحاجة، لكن أهم خطين احنا نهتم بيهم ونشتغل عليهم جامد قوي النسخ والرقعة. حتى دول اللي في كراسات الخط في المدارس. تمام. النسخ والرقعة بس. تمام. يعني هم اللي موجودين في كراسات الخط. تمام. في طبعا خطوط تانية كتيرة، ده عالم. طبعا. للوحات، للجداريات اللي بتتكتب في المساجد والمتاحف والقصور. تمام حضرتك. ماشي. طيب انا هديكوا اقلام ومسطره عشان تحاولوا بيها في الورقه اللي قدامكم. تمام تمام. كل واحد ياخد قلم. سلام والله شكرا. اتفضل حضرتك النهارده. صدر. يعني لان دول اولادي بحبهم كلهم. اتفضلي رقية. أنا حفظت اسمك عشان سمعت الشارك جميل بتاعك. أنا معايا، خلي الولاد ياخدوا. تمام مفيش مشكلة. اتفضل. قلم. قلم. يا سلام. شكرا. مسطرة. مسطرتك. خلاص. يلا بينا. عايز أشوف بس اكتبوا لي بالقلم الرصاص والمسطرة. خديجة عايزة اعملي سطر. ماشي. اعملي سطر في الورقة الفاضية عشان الحرف يستقر عليه. تمام. مسطرة. اتفضلي يا فندم. انا معايا قلم. خليهم مع حضرتك. تمام. حلوين قوي. حلو يا كارلوس، برافو عليك. هنعمل خط. خط نكتب عليه. واكتبوا لي عليه، وهستدعي سريعا كده حد يكتب لي على البورد اسمه. طيب باي طريقه تعجبه، بالنسخ، بالرقعه، بالفري هاند. عايز اشوف الحروف منسقه جنب بعض والاسم مقروء. ليه؟ لما انتوا بتكتبوا في الامتحان اسمك وبياناتك ورقم جلوسك، لو اتكتب خطا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بروبلم. احنا مش عايزين في مشكله دي. طبعا. احنا عايزين وضوح في الخط المقروء كويس. اسمك، عنوانك، سنك، رقم جلوسك، الحاجات دي كلها. تمام. مهم جدا. تمام. طيب اشوف معاكم وانتوا بتكتبوا كده. اتفضلي كل واحد يكتب اسمه. ايوه. طيب الله الله الله، ممتازه جدا. يلا اتفضلي. راوند. روند. انا ده اسم ورق شجر. شجر طبي. صح. ايه ده حضرتك عارف المعلومه دي؟ عارفها. احنا عرفناها من رواند النهارده. ما شاء الله عليك. اتفضلي خديجه. الله عليكي، بس الحاء اهتمي بيها شويه، ما تعمليهاش زي الدال. ماشي. اتفضلي كندا. الله عليكي، بس ما كتبتهاش على السطر ليه؟ عشان ايه؟ الحرف يستقر ويبقى شكله جميل. برافو عليك. يلا فين رقيه؟ اكتبي هنا. اكتبي رقيه. يلا اكتبي رقيه. يلا وانا كتبت بقى. الله جميل. انت عندك خلفيه عن الخط
يا ماما سلمى؟ يعني لا بحكم بس السن والخبره مش اكتر. حلو انا عارف. فاكره الرقعه؟ ايوه والرقعه. أيوة والناس أيوة. ربنا يلا. سالم براه. انت في حاجه بس عملتها، السين كبيره قوي واللام صغنططه قوي والميم ما نزلتش جزء منها تحت السطر. تمام. فنزل لي ميم تحت السطر. تمام. جزء منها. يلا مين؟ كريستيان، برافو عليك حبيبي. بس النون في الناس، انت عملت قاعده حلوه، النون في الرقعه ما تنزلش تحت السطر. ماشي حبيبي. تمام. طيب ها سليم. سليم الله، اسم جميل قوي سليم، انا بحب سليم قوي. والنقطتين برافو. عارفين يا اولاد كان هينسى النقطتين، ولكن اللي ينسى النقطه يغير المعنى والجمله. صح. صح. لذلك يجب ان نضع النقط فوق الحروف. لو احنا عاملين الطاء وهي ظاء ونسينا النقطه بتاعتها تنطق غلط طبعا. ولو حطينا القلب بتاع الطاء في نص الطاء والنقطه مشيت بعيد راحت على الراء هتغير المعنى طبعًا. والجمله. فلازم طبعًا. نكتب الحروف صح والنقاط تتحط في مكانها صح. مظبوط. تمام. حلو قوي كارلوس، الله عليك. جميل. انت ايه ده، ايه الجمال ده. شطور. طبعا انا عايزك تيجي تكتبوا لي على السبوره بقى بعد اذنك. ماشي. ممكن يا ماما سلمى بعد اذنك؟ طبعًا. اتفضل تعال خد القلم، انا هقف جنبك هنا. اتفضل يلا. شطور كويس. سريعا كده. ايوه الله عليك الله عليك. اللام بص بيوزن اللام مع الالف. لا ده ما شاء الله. والسين ثلاث اسنان وبينزل منها جزء اسفل السطر. انا ممكن نحييه تحيه كبيره قوي. برافو. وتاخد واحده من دي بس ما تفتحهاش دلوقتي بعد. ماشي اتفضل. حلو قوي. تسلم ايديك. يلا يلا يا سليم، انت مستعجله. حاضر حاضر. تعالى يا سليم، شايف هو عمل ايه؟ عايزك تكتب لي زيه اسمك بطريقه جميله والميم بينزل منها جزء تحت السطر. تمام. ماشي حبيبي. حلو قوي. السين لام والياء ازاي؟ تعال نقلدها. والميم جزء تحت السطر بس تكبر الميم شويه. ماشي. شكرا يا سليم. شكرا يا حبيبي. اتفضل خد خد خد، انت بذلت مجهود. يلا تعالى تعالى كريستيان. يلا يا كريستيان. اتفضل حبيبي سريعا. ها يلا عشان غيرنا، وانا هبقدي بنتخ اسمه يحتفظ بيه. شرف ليا. شكرا شكرا. اكتب اسمك بخط جميل عشان الناس تقراه صح. لا لا احنا هنتدرب نتدرب لغايه لما انتوا هتاخدوا معاكم القلم والورقه البيت تتدربوا عليه والاسم اصلا وتقعدوا تتدربوا عليه لغايه لما بالظبط يبقى مظبوط. بالظبط. برافو عليك. طول اللام الالف شويه، طول الالف شويه عشان الكاف طويله. تمام. برافو عليك. ما شاء الله. نسبة وتناسب كده بين الحروف. بس انا عايزكم اكبروا حجم الحرف بتاعكم عشان نبان وكل الناس اصدقائنا يشوفوه عشان يتعلموا منه. روح يا سالم. تعالى يعني. يا سالم عايزك تكبر السين وايه والالف واللام والميم. حبيبي. هنا يا حبيبي. يلا. برافو. ايوه. ها حلوه قوي. سنتين. يلا بسرعه. الالف. ايوه شاطر. ده بيكتب كوفي. ايه ده؟ يلا تحت السطر، انزل تحت السطر شويه. ايوه كده. برافو عليك والله جميله. برافو. جدا. اتفضل حبيبي. يلا يلا حبيبي. يلا يلا يا رقيه. رقيه انا سمعت الشعر بتاعك جميل. هايله. والكتاب بتاعك رائع، قصه القطه جميل قوي. اتفضلي يا حبيبتي. يلا رقيه. ها الراء تعالى السطر على السطر وجزء منها تحت السطر. طيب ماشي. اكتبيها لي تاني هنا. صغننة خالص. كبريها شوية. الراء جزء تحت السطر. هننزل الراء تحت السطر. تحت يا السطر. روكا. أيوة. تحت السطر كده. كده. ايوه. والقاف. امشي بقى على السطر يا روكا. القاف ماشي. وسنة الياء والنقطة. انت كأنك بتوقعي عشان انت فنانة. أيوة يعني شاعرة. بتوقعي أيوة. بسرعة. خدي خدي. يلا يلا حبيبتي. تعالي تعالي. يلا يا كندة. كندة. عايزك بقى تكتبيها. عايزك كلنا بنتعلم يا بطريقة كبيرة وشكل جميل. خط كبير. بص يا سلام على الكاف. عملت حاجة جميلة جدا. عجباني قوي. شفت الكاف وفي الآخر عملت الشارة بتاعتها. لا حلوة فعلا. لا تعالي كندة. خدي 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 خدي. انت تمشي من غير ما تاخدي حاجة حلوة. شكرا. تعالي تعالي تعالي. يلا يا خديجة. بسرعة يلا.
عارفين اللي احنا بنعمله ده يا اولاد؟ بنعمل ايه؟ في حاجز خوف ما بيننا وما بين السبوره. احنا عايزين نكسر حاجز الخوف ده. خليك جريء وقوي قدام السبوره واكتب بوضوح: خديجه، كبرت الجيم شويه. ايوه حلو حلو. يلا التاء المربوطه عليها نقطتين ولا مالهاش؟ عليها. يعني مهمه النقطتين. انت بتتكلمي انجليش ولا عربي؟ الانجليش اكتر. خليكي في العربي بقى شويه. ماشي يلا يا روان، خدي 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 المساسه بتاعتك. يلا حبيبتي. ايوه يلا. تعالي تعالي تعالي. ها راوند روان روان. انا لازم اقول لك عشان تتصححها لي. ماشي بس اكتبيها بخط جميل بقى. ها الله. ايوه. والراء والواو تحت السطر جزء منها والدال. حلوه جدا. برافو عليكي روان، شاطرين. طيب حضرتك بقى قول لنا يعني في ملخص سريع جدا في دقيقتين بالظبط. الحروف اللي فوق اللي خلينا السطر والحروف اللي لازم تنزل تحت السطر. طبعا في الرقعه هي دي اقرب الى الرقعه. مظبوط تمام. صح. دي نسخ واضحه. أيوه. في جزء منها تحت السطر، لكن لو يعني الاسم مكتوب لو رقعه هتبقى كلها بالسين فوق السطر. كله بالراء والواو والسين فوق. ادي الكاف. بصوا كده يا اولاد اهي. ايوه تمام. والراء على السطر. ياه. واللام والواو على السطر. مفيش حاجه بتنزل تحت. والسين على السطر. الكلمه كلها فوق السطر. فوق السطر. تمام حلو حضرتك. راوند، هل في في الرقعه حاجه فوق السطر وتحت السطر ولا كلها على السطر؟ كلها على السطر. برافو عليك. انا احب قوي المهتم للتفاصيل عشان انت تبقي حاجه جميله قوي ان شاء الله. كلكم كلكم ان شاء الله. ادي الراء على السطر والواو مطموسه مش مفتوحه. يعني الدايره بتاعتها مش باينه في الرقعة. مقفوله في النسخ مفتوحه. ايوه تمام. زي الفاء والقاف لكن في وسط الكلمه مطموسه ولا مفتوحه؟ مفتوحه. مفتوحه. برافو عليك احييك. حلو. طيب النون والدال على السطر. شفتوا؟ حلو قوي. دي رقعة لكن دي أقرب إلى النسخ. سالم. شوفوا هو عاملها نسخ، أنا عاملها رقعة. بصوا السين بتبقى عاملة إزاي؟ فيهاش ثلاث سنون. واللام وشوفوا الميم فين؟ الميم برضو مطلوب. ونزل منها جزء تحت السطر. طح. بالشكل ده. بسيطة وجميلة. أنت بتضحك، اسمك إيه؟ سالم. هو سالم. سالم؟ وبيضحك عشان اسمه. يا سبحان الله. رقية. رقية. أنا هكتبها لكم نسخ بقى. ماشي. عشان رقية تشوف اسمها كبير. بصي كده يا رقة. شوفوا الراء. أهو. قاف. والقاف. بتنزل على السطر الراء. الراء بتنزل تحت السطر. أيوة. والقاف فوق السطر والتاء المربوطة فوق السطر وأحط النقاط. ايوه عشان بالشكل ده ويكونوا على مستوى واحد عشان الشكل الجمالي. يا سلام. شوفوا النقاط على مستوى واحد. أيوة. والسنه بتاعت الياء باينه تمام. ورقبه القاف باينه، لو من غير رقبه تبقى فيها مشكله. تبقى ايه؟ تبقى رقعه. مقصوفه الرقبه. تبقى مقصوفه الرقبه. انا دايما اداعب الاولاد. أيوة. في الحاجات دي عشان يفتكروها. أيوة. وتركز عندهم ان لازم الفاء والقاف. صح. في اول الكلام ليها رقبه، اما في الوسط هي مدموجه مع الكلمه. بالزبط. بالزبط. احنا ما كتبناش سليم. سليم وكريستيان. تمام. هو سليم هنا كتبها اقرب الى النسخ. تمام. عشان نزل بالميم وعمل اسنان لك. لكن لو هعملها رقعه كده واللام اهي والياء. بصوا الياء والميم وجزء منها. حلو قوي. ايه رايك في سليم؟ جميله. حلوه. برافو عليك يا سليم. ها انا ينفع اقول نصيحه؟ اتفضل يا حبيبي. سلام. اتفضل. خليك مكانك يا فندم. خليك مكانك. قولها لي عشان انا استفاد منها وكل زملائنا. الجيم لما باجي اكتبها بعملها اكنها زي بق العصفوره. باجي امسك القلم. زي بق العصفوره. طب وريها لنا كده. وريها لنا كده يا كارلوس. تعالى وريها لي. وريها لنا بتعملها ازاي. القلم اهو واكتبها لي في الجزء ده. بس اوعى بق العصفوره ينقرك المنقار بتاعها. حلوه. والله حلوه مش وحشه. يعني لان فيها كانه بيرسم. هو بيجودها. انا اعملها لك جنبها هنا او فوقيها. برافو يا كارلوس. تعالى كده شوف. بص بقى. بص. صح نفس الفكره. فكره اللي انت عملتها صعدت ونزلت بس ما تنزلش التجويف من تحت. امشي ستريت عدل شويه. ماشي. حلو قوي. برافو عليك.
احنا قلنا خلينا نكتب بقى خديجه وكريستيان عشان نبقى تمام. ايه خديجه هعملها لكم رقعه، شوف الحاء او الجيم عامله زي رقم 8 كده، والدال بتستقر على السطر والنقطه اهي، والكيرف اللي من اعلى لاسفل، والجيم والتاء المربوطه. حلوه قوي. ادي النقطتين، ادي النقطه، وادي النقطتين التانيين. خديجه حلوة جداً. بسيطه، هي الرقعه خط مضغوط، يعني ممكن نركب الياء ركبه فوق الدال تمام، لكن في النسخ لازم تكون مفروده كلها. مين طيب. تاني؟ احنا كده فاضل كريستيان وكندا، بس انا هستاذنك ان احنا وقتنا خلص تمام. هنكتبهم يا اولاد ما تخافوش ان شاء الله، بس احنا وقتنا خلص. بشكرك جدا جدا على وجودك معانا يا استاذ رضا، وشكرا جدا على لينا لقاء اللي اتعلمتنا حاجه اكيد.